لحمه نو توميتو نو توميتو نو توميتو سيسون سيسو سيسو مارو دام دام دي مي مارو سيسو سيسو يسيلي شومو بو يسيلي يسيلي خوسو 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 وروك انت شو بتعرف؟ ما بعرف على كيفكم ولا ما بس تاكل برجر شو هاي بهم بس برجر تمام يا رميا شبعانة بس غابت مع كورونا انا ما قلت مد ايدك عليا قدم 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 صبعي شو اخذت انت اسكره؟ ليش بالصين ما بياكلوا بهي الاصبع؟ اسالها سؤال، ليش بالصين ما بياكلوا بهي الاصبع؟ يا عمري وصينا شوي لهنا ما تجوا من الصين ليش؟ بالصين ليش ما بياكلوا بهي الاصبع؟ لانه ما بياكلوا ياكلوا بالملعقه لا لانه هي اصبعتك ضامر ضامر كثير يعني نسبة الضمار اللي عنده مش متوقعة بسم الله ما شاء الله عندك منها هيدي هي تبع اللقاح يعني انت تنصب هي تبع اللقاح بس انت وسع عندهم منها يا حبيبتي كل العالم احنا كنا بنقول صغار يحطوا لنا سم لقاح فرجيني تبعك اذا انت مسلم يعني عندك هاي إذا بس انت وسع عندهم لك يا حبيبتي كل العالم احنا كنا بنقول صغار بنقول ما سميني قدام يا عمري قدام قدام هيك صار الاخضر يا جماعه انت ما قلتي لي احنا لا خبيطه فانس ندي قاهر الرجال ندي قاهرة الرجال تو تغيم هاي لك لوين بنخيي قاهر شو ندي قاهرة شو قاهرة الأكل قاهرة الأكل والرجال والبنات وكل شيء ده شك صار عندي فلتر جايش أم جوجو يعلق لأنه ما عندي نت ما عندي نت يعلق سهيت أطلع معك شي برا لايف وما يعلق من جمالك يا غير بعتني نت نفس الشي من هون هيدي بطيئة تبعي سان اين ميسي ميسي لا ما اشبه ميسي والله اشبه ميسي تو ايراني يا يا تركي 100% ترك يا براس بشكى بشيء كرد عرب وجوههم تاع ممثلين هكا اكتر ولا حاجه والله يكشف نسيتين الكلمة يكشف لك ادخل لي هذا وشوف شو هي يكشف لك يكشف لك يكشف لك
دلت من هانسم ياكش كله ياكش واو واو عبوس لونك الاحمر جوعانين شوفوا مين شوفوا مين شوفوا مين شوفوا مين كيفك جنت المحل لايك باربي هلا اسحب لها الا بس هي اسحب لها والله باربي صرتي باربي انت الباربي والله انا والله صايره باربي يخبرني بالشامي اه شعرها هيك ما حلو طلع كثير حلو ما حلو لا قصدي مو اليوم عامله جدادين او طلع شعري هيك ليه طيب طيب هاي لمين ما نفس ابو جوجو ام جوجو انا الضره تبعيتهم وستيف صحيح نسيت خبركم انه ستيف برضو ستيف ستيف يا جماعه عائله سعيده والله بيت محلاه لما بنتلاقى بالصدفه احلى شيء والله حيهم كيف اخذت القرار حتى تعملي الانجكشنز؟ كنت شفتي وقت اللي كنا بقى نطلع داي هرش على الاسود طلع بشع عم رحت على اساس كون وركب غيرهم عم قصت لي هون قصه هيك عم لفت نظري قلت لها خلص انا حجرب بس بهذا اللون بينها وبينها كثير حلوين هيك صار الموضوع الناس الكل عم بقول نفس الشيء انه هيك احلى بكثير احلى بكثير والله شو رايك؟ حلو بجنن قلت لها بس ما بتقتنع هي مش لانه انا اذا بقول لها شغله حلوه يعني بتعمل يعني يمكن تروح تحط فاصلات بجنن بجنن اخذت برجر هو برجر ومعكرونه هو انا بدي ما اخذت برجر انت لازم تزعل برجر بس في مانشي هون تبي مانشي معك كيف الحلاوه؟ شوي مسكر انا ما بقدر افتح بعدين وانا ليه ما حكيت شي قصه؟ بدي جيب العيد لانه بدي يتوصل على اللي حكاها يا الله يا الله العيد لناس كثير بتعرف كلنا صرنا احلى بعض البرنامج والله مو؟ نفسي والله انا وقت البرنامج حلو كان دبدوب كنت اسمن من هيك شو؟ كنت اسمن من هيك لانه انا كنت كان باكل كثير بوقتها لانه ما كان عنده مشاكل في حياته والله صار عنده مشاكل هلا مرتاح طلعي لارا بلي لارا سلم عليهم شوي شو هذا لانه احنا سمره سو عم بيض غيروا الفلتر لحظه نغير لكم الفلتر مانتا معكرونة شوفي في معكرونة قول لا لا المانتي عنده بتجنن مانتي طيب بتعرف كلنا مانتي بسكيب طيب المانتي عنده بتجنن هاي يا حلوين سر عفوان تنوني عنكم يعني شو العزم؟ وانت عازمنا عبد الهيب وانت عازمنا هو عنا تعالوا كله بس لا بس انا كنت فوق ثاني حبيبي يعني عادي اللي هديك قبل فيلم شوي بتروح دغري بعد وضرب لها دانا الحلاق يا حرام شو حلاق انا ليو شفتي شو عم بيحكوا معي شفتي؟ وعم خفف لها شواربها دانا عم بخفف لها عم تزورك لا تمزح مع الفريتا هيك مزاح بابا 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 ستيف شو كان بدي اعمل يسالوني يعني هون كمان مره حمراء مستحيل تطير حمراء راح تزوري قسم نصيب تو خلصوا اسمه نصيب تو خلصوا اي وقت انا قلبت على الفرش شعوركم باخر حلقه تفرجنا عليها قلت أثرت أنا بصراحة أقوى لقطة بقيت لحنا كنا طالعين من الباب ايه كتير أثرت ما هاي اللقطة أنا ما تأثر فيها أنه رجعوني لفوق أنا بكيت كنت نسيان الشدة تبعتي فوق عمجد والله كنت حامل شدة إلى سيت فستير وسيت مونتو تتذكر الجاكيت تبعي الحفر لا
الفرو كمان هيدا نسيته اسود ولا لا سنة كتير اشهر انا رجعت انا رجعت جبت انا كنت نسيان هناك شغلة رجعت جبتها انا اليوم قلبه خلقتي ليش دايم خلقي اليوم نعساني ومدري شو بني حتى انا بدي نام والله حنات انا وياه والله العظيم استفدت ضل بعيط صوته عالي كنت فكره عم بعيط علي بود علي صوتك شوي والله عم بعيط تخيلي ندى انت كل حدا عم يحكي معك طبيعي صوته عالي بس بتسمعي عم بعيط عليكي الناس بتصوروا هون عم بخانقوا بعيط على اللي اي حدا بغازل ندى بتعملوا له يلا بتعملوا له ميوت ما تردوا عليه خلص هلاك سلام شايفينها مسرعة الله من عندك مشوفون الله والله والله حاسة رح تعمل ايه في شي شغلة الدبدوب اللي هديه لي غطيت له عيني والله غطيت له عيني والله قولي لي اسمع عم ببين عنده والله عندك حط له بطاريات جداد ليه غطيت له عيني غطيتهم له بال شفتوا عينه هيك قد يا الله شو هاي انت خافوا عيني والله يخافوا كاميرا شايفة هذا الضرب انا مشان الدبدوب بس حاططنا على الدرج من فوق لتحت مشان ما يتوسخ اسألوا متفاهمين قد هون تمام تمام جولدن تمام معرك صحيح شو عم بقول اذا ما شفنا من الكاميرا بيسمعوا صوت زريبا لا 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 المهم هو غير تيبي هو شيء انا دغري برفع عيونه للدبدوب لا برفع له عيونه لفوق للدبدوب يغمض له عيونه خالد شو بكي مين ابو خالد هلا سبت عنده القصة لا لا ترد ابو خالد مع غيره هذا مع واحد صاحبي نصاب ايوه ندى اللي بعلك ها صديقاتك ما بعرف الغد والله لازمني ديري بالك صديقاتك اللي عقرب بحياتك ليه يا اخي بس صديقاتك اللي كان عقرب بحياتك تتذكري يوقع بسنبر صديقك تفيني بكير عشان انزع اسهل بشك واذا ما بتفيني بكير انا بكرة عندي انترفيو على ساعة 12 ايه 12 في اكمل اوكي ما تحكي وين ايه ساعة بتخلص الانترفيو انا اقول لك الساعة 2 ماكسيموم الساعة 2 ونص بتكوني هون عشان اروح اسركش ليه طول دايبر في سركشي نعرفها سركشي اوكي نقابل في سركشي يسألوني عليك ناخذ اللايتنينج والبلاد والابري شو ناقصنا قصص من اوكي وين رايحين؟ رايحين على بيتي رحنا مو رايحين انا رايحة على حالي يعني. في سؤال سألته اياه وما رضيت تجاوبه اسأل رح جاوب مو هون سألتك اياه شذاب احكي شامي اسمع بنلعب تحدي هلا بنعمل تحدي من هون لنخلص الطاولة بس حكيت غير شامي فعل الاحساس او اسمعوا اول واحد انت كلنا معك تليفون ثاني في هذا اول واحد برن تليفونه سأل رح جاوب مو هون سألتك يا بالانترفيو شذاب اول واحد برن تليفونه سأل رح جاوب مو هون سألتك يا بالانترفيو شذاب احكي شامي اسمع بنلعب تحدي هلا بنعمل تحدي صورة قول سلطة والله صحة والله شو بك؟ افتحوا انستا اوكي رح نفتح انستا انه عم بيعلق هون يلا نفتح انستا لانه عم بيعلق هون اوكي زي شوفها
وين الخردل؟